السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا شباب. في الحلقة السابقة تعرفنا على مجموعة من الخطوات التي يمكنك القيام بها بعد رفع أول فيديو على قناتك، وهي إضافة عنوان مناسب، وصف خاص للفيديو، وأيضا اختيار كلمات المفتاحية، بالإضافة إلى كيفية وضع صورة مصغرة للفيديو. وفي حلقة اليوم سنتعرف على مجموعة من الخطوات التي يجب أن تقوم بها بعد نشر أول فيديو خاص بك. إذن هذه الخطوات سنقوم بشرحها كمثال على قناة تقنيات. إذن كما تلاحظ قمت بنشر هذا الفيديو أفضل 4 طرق حقيقية للربح من الأنترنت للمبتدئين 2018 بدون رأس مال. إذن قمت بوضع عنوان مناسب، صورة مصغرة خاصة بالفيديو، بالإضافة إلى الوصف والكلمات المفتاحية. إذن في الخطوة الأولى سنتعرف على كيفية إضافة شاشة النهاية. كما يعرف الجميع فإن شاشة النهاية جد مهمة لأي فيديو، فبعد أن تقوم بنشر فيديوهاتك على القناة فيجب أن تقوم بإضافة فيديوهات خاصة أو مرتبطة بنفس الفيديو في آخر المقطع، والتي تسمى بشاشة النهاية. إذا كما تلاحظ قمت بوضع هنا 3 فيديوهات، سنقوم بحذف هذه الفيديوهات. إذا بعد نشر أول فيديو على قناتك ستظهر لك واجهة شاشة النهاية بهذا الشكل. إذا ما يجب أن تقوم به هو الضغط على إضافة عنصر، ثم تقوم بالتوجه إلى فيديو أو قائمة تشغيل، ثم تضغط على إنشاء. الآن يمكنك الاختيار بين هذه العناصر، يعني أن تقوم بإضافة فيديو متعلق بآخر عملية تحميل، أي الفيديو التي قمت بتحميله مؤخرا، أو يمكنك إضافة الفيديو الأفضل للمشاهد، أو يمكنك إضافة فيديو بشكل يدوي، يعني مثلا سأقوم باختيار فيديو أو قائمة تشغيل من هنا. مثلا هذا الفيديو الذي قمت بنشره متعلق بالربح من الأنترنت، إذا سأقوم بإضافة هذا الفيديو ثم إنشاء عنصر. بنفس الطريقة سأقوم بإضافة فيديو آخر إلى شاشة النهاية من هنا مثلا. بنفس الطريقة يمكنك إضافة فيديو ثالث، أو يمكنك الاكتفاء بمقطعين فقط. مثلا سأقوم بإنشاء فيديو آخر ثم أضغط على آخر عملية تحميل. إذن كل فيديو سأقوم بتحميله في الوقت الراهن سيظهر هنا. الآن سأقوم باختيار مواضع مناسبة لوضع هذه الصور الخاصة بالفيديوهات بشكل جيد. إذن يجب أن تقوم بوضعها داخل هذا الإطار الأزرق، ثم لا تضعها متقاربا. عندما تلاحظ أن هناك خط أحمر مثلا كهذا اللون الأحمر، فيجب أن تقوم بتعديل موضع الفيديو. يمكنك أيضا الترويج للاشتراك في قناتك من خلال إضافة اللوجو الخاص بها بهذا الشكل. سأقوم بإضافة هذا اللوجو عن طريق الضغط على إنشاء. إذن كما تلاحظ ظهر اللوجو الخاص بالقناة، وبهذه الطريقة ستقوم بالترويج للاشتراك بقناتك عن طريق وضع اللوجو، وأيضا ستقوم بالترويج لباقي الفيديوهات الخاصة بك عن طريق وضعها في شاشة النهاية. إذن بعد انتهاء هذه الخطوات سنقوم بالضغط على حفظ. إذن الآن تم حفظ هذه التغييرات. بعد ذلك تقوم بالتوجه إلى خانة البطاقات ثم تضغط عليها. إذن في هذه الواجهة يمكنك حث المشاهد على مشاهدة بعض الفيديوهات على قناتك. إذن عندما يشاهد هذا الفيديو سيظهر له بعض البطاقات الخاصة بمجموعة من الفيديوهات المرتبطة بالفيديو. مثلا عندما تطلب من المشاهدين أن يقوموا بزيارة فيديو آخر، أو أن الفيديو الذي تقوم بشرحه مرتبط بفيديو آخر، ستقوم بوضع هذا الفيديو هنا، بحيث ستظهر بطاقة هذا الفيديو للمشاهدين بهذا الشكل. كما تلاحظ هذه هي الفيديوهات التي قمت بوضعها في القناة. إذا سأقوم بإضافة إما فيديو أو قائمة تشغيل أو قناة، أو يمكنك وضع استطلاع رأي أو رابط بموقع ويب معتمد. مثلا أقوم بإضافة فيديو للقناة، إذا يمكننا أن نضيف هذا الفيديو مثلا، إنشاء بطاقة. إذا سأقوم بإضافة هذه البطاقة أيضا. إذا عدد البطاقات المسموح فيها هو 5 بطاقات، استخدمنا الآن فقط 4 بطاقات. إذا كنت ترغب بإضافة بطاقة لفيديو آخر ولم تجدها في هذه القائمة مثلا، كما تلاحظ عدد الفيديوهات محدود فقط، فيمكنك فقط التوجه إلى قائمة تشغيل أو إلى فيديوهات قناتك، ثم تقوم بنسخ رابط الفيديو وتضعه هنا، بعد ذلك تضغط على إنشاء بطاقة. إذا كما تلاحظ بعد أن قمنا بإضافة البطاقتين ستجدها بطاقة فوق بطاقة. إذا سنقوم بتغيير مكانها، مثلا سأختار مدة زمنية أخرى، سنضع هذه البطاقة في البداية تقريبا هنا، ثم نقوم بوضع هذه البطاقة هنا. مثلا في هذه المدة أو التوقيت
قمت بحث المشاهدين على أنهم يمكنهم مشاهدة فيديو خاص بإنشاء حساب باي بال من أجل البدء بالربح على الإنترنت. إذن ومن أجل ذلك قمت بوضع بطاقة خاصة بهذا الفيديو هنا في هذه المدة الزمنية، وبذلك عندما سيظهر للمشاهد هذا المقطع الخاص بإنشاء حساب باي بال ستظهر لها هذه البطاقة. عند الضغط عليها سيتوجه إلى الفيديو خاص بأحصل على حساب باي بال في 5 دقائق فقط للربح من الإنترنت. إذن بهذه الطريقة ستتمكن من إضافة بطاقات إلى الفيديو الخاص بك، وذلك من أجل زيادة المشاهدات. إذن تم حفظ هذه التغييرات بشكل أوتوماتيكي. إذن بعد أن قمنا بالتعرف على كيفية إضافة البطاقات سنتوجه إلى خطوة أخرى وهي الترجمات. إذا كنت ترغب بأن تستهدف جمهور أكثر، يعني فيديو خاص بك باللغة العربية، وترغب بأن يشاهده عدد كبير من المشاهدين الذين لا يتحدثون باللغة العربية، فمثلا يمكنك إضافة التعليق الخاص بك باللغة العربية. تقوم بوضعه هنا. إذن هنا تقوم بتحديد اللغة الأصلية، اللغة الأصلية لدينا هي اللغة العربية، ثم تحديد اللغة، تقوم بإدخال العنوان باللغة العربية، ثم الوصف الخاص بالفيديو باللغة العربية. بعد ذلك تقوم بتحديد اللغة التي ترغب بترجمتها، مثلا ترغب بترجمة الفيديو إلى اللغة الإنجليزية، تختارها هنا، ثم تقوم بوضع العنوان المترجم هنا، وأيضا تقوم بوضع وصف مترجم للغة الإنجليزية في هذه الخانة. بعد ذلك تقوم بحفظ التغييرات. إذن بعد ذلك تتوجه إلى خيار تحقيق الربح. إذن من خلال هذا الخيار يمكنك تفعيل خيار تحقيق الربح من خلال هذه الأيقونة. إذن هذا الخيار لن يظهر لك إلا إذا كان تحقيق الدخل مفعل في قناتك. إذن إذا كان الفيديو لديك أكثر من 10 دقائق ستظهر لك هذه الفواصل الإعلانية، بحيث يمكنك إدراج إعلانات في مدد زمنية معينة مختلفة إلى نفس الفيديو. مثلا يمكنك تعديل الفواصل الإعلانية دفعة واحدة أو اقتراح مواضيع للإعلانات. سيتم اقتراح مواضيع للإعلانات بشكل أوتوماتيكي، لكن من الأفضل أن تقوم بوضع هذه الإعلانات بشكل يدوي. إذن يمكنك اختيار المدة الزمنية التي ترغب بأن يظهر بها الإعلان، مثلا سأختار هذه المدة، ثم نضغط على إدراج إعلان، ثم هكذا إدراج إعلان. وأفضل الطريقة أقوم بها هي تعديل الفواصل الإعلانية دفعة واحدة خلال الضغط هنا، ثم أقوم بإضافة مدد معينة بهذا الشكل. مثلا سأقوم بمسح هذه، أضيف هذه الفاصلة، ثم أقوم بإضافة مدة معينة بشكل يدوي. مثلا سأقوم بوضع الدقيقة 8، دقيقة 8 دقائق بهذا الشكل، 10 ثواني، ثم فاصلة أخرى 10 دقائق و45 ثانية. إذن كما تلاحظ وضعت 6 إعلانات، يمكنك إضافة 5 إلى 6 إعلانات، ومن الأفضل أن لا تضيف إعلانات كثيرة حتى لا تزعج المشاهد بها وبالتالي يغادر قناتك. إذن نضغط على تعديل الإعلانات بهذا الشكل، ثم نضغط على حفظ التغييرات. إذن بعد ذلك نتوجه إلى خيار الإعدادات المتقدمة. إذن من خلال هذه الإعدادات يمكنك السماح بالتعليقات للكل، ثم تقوم بتحديد ملكية الترخيص والحقوق. يمكنك اختيار بين ترخيص اليوتيوب القياسي أو ترخيص كرياتيف كومونز. هذا الترخيص يسمح للمشاهدين بإعادة استخدام الفيديوهات الخاصة بك. بالنسبة لباقي الخيارات يمكنك تركها كما هي. بعد ذلك تقوم بالتوجه إلى الفئة وتختار فئة الفيديو الخاصة بك. إذن بالنسبة لنا الفيديو الخاص بنا هو فيديو علوم وتكنولوجيا أو تعليم، يمكنك تصنيفه في هذين الخيارين. أما إذا كان لديك فيديو خاص بألعاب الفيديو يمكنك وضعه هنا باختيار هذا الخيار، أو إذا كنت تقوم بوضع فيديوهات كوميديا يمكنك وضعه هنا في كوميديا أو ترفيه. إذن بهذه الطريقة يمكنك اختيار الفئات الخاصة بالفيديو لك حتى يتم استهداف الفئات المعينة حسب اهتمامها. إذن لغات الفيديو هي اللغة العربية. بالنسبة لتقديمات المنتدى يمكنك السماح للمشاهدين بتقديم عناوين وأوصاف مترجمة وترجمات مصاحبة. إذن باقي الخيارات تتركها كما هي. إذن بعد أن تقوم بالانتهاء من كل ذلك توجه إلى حفظ التغييرات. إذن تقوم بالضغط عليها، تم حفظ جميع التغييرات. إذن في المعلومات الأساسية يمكنك اختيار الخيار عام حيث يشاهده العديد من المشاهدين حول العالم. أما إذا كنت ترغب بأن تشاهده أنت فقط فيمكنك وضع غير مدرج أو خاص. إذن كما ذكرنا في الحلقة السابقة يمكنك تحديد قائمة تشغيل خاصة بهذا الفيديو، بحيث يجب أن تقوم بتنظيم عملك من خلال قوائم التشغيل. فمثلا نفترض أنك تقوم بتقديم دورة خاصة بتعليم الفوتوشوب، إذن يجب أن تقوم بإنشاء قائمة خاصة بدورة الفوتوشوب وتقوم بوضع فيديوهات خاصة بها في نفس القائمة، وأيضا قائمة خاصة بدورة الربح من الإنترنت
تقوم بإنشاء قائمة خاصة بدورة الربح من الأنترنت، ثم تضع الفيديوهات الخاصة بها في نفس القائمة وهكذا. ثم عند رفع أي فيديو تقوم باختيار هذه القائمة، مثلا قمنا برفع هذا الفيديو الخاص بالربح من الأنترنت وقمنا بإدراجه ضمن قائمة تشغيل خاصة بالربح من الأنترنت خطوة بخطوة بهذا الشكل. إذن أخواني الكرام، بهذه الطريقة تعرفنا على مجموعة من الإعدادات التي يجب أن تقوم بعملها بعد نشر الفيديو، من بينها كما قلنا إضافة شاشة النهاية، ثم إضافة البطاقات للفيديو وهي 5 بطاقات، وأيضا يمكنك إضافة الترجمة للفيديو إذا كان ذلك متاح. وأيضا تعرفنا على كيفية إضافة مواضع الإعلانات على نفس الفيديو في حالة كانت مدة هذا الفيديو تفوق 10 دقائق. إذن بهذه الطريقة أخي الكريم ستزيد من مشاهدات الفيديو الخاص بك، وهو أمر لن تلاحظه في البداية، لكن مع مرور الوقت وعندما تقوم بنشر فيديوهات كثيرة على قناتك ستلاحظ أن المشاهدات تزداد بقناتك، وذلك نتيجة للترابط الخاص بهذه الفيديوهات. إذن عندما تقوم بوضع هذا الفيديو على قناتك ويشاهده الكثير من الناس، فإنه عندما تظهر لهم بطاقات فإنهم سيقوموا بشكل أوتوماتيكي بالتوجه إلى الفيديو الآخر، وأيضا عندما تظهر لهم شاشة النهاية سيقومون بالضغط بشكل أوتوماتيكي على الفيديو الذي قمت بوضعه في هذه الشاشة، بحيث يكون هذا الفيديو مرتبط بالفيديو الأصلي، وبهذه الطريقة ستزداد مشاهدات الفيديوهات المرتبطة بنفس الفيديو. فمثلا إذا لاحظت أن هذا الفيديو وصل إلى 1,000,000 مشاهدة، ستلاحظ أن الفيديوهات المرتبطة بها ستزداد أيضا بشكل صاروخي. إذن إخواني الكرام، إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، والتي نتمنى أن تكون مفيدة لكم. لا تنسوا دعمنا من خلال الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائكم، والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهدوا فيها قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.